في هذه اللحظات نجم رجال كره اليد، طبعا حارس مرمى فريق كره اليد رجال عبد الرحمن حمايد. ده طبعا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. عايزك تتكلم بقى على السيزون ده، سيزون استثنائي اكيد، عايزك تكلمني عنه، خصوصا اكيد انت كنت متالق طوال السيزون برغم الاصابه، لكن الجماهير كلها بتقول قد ايه طبعا انت مميز وعملت سيزون كبير. برحب بيك الاول. طبعا هو طبعا زي ما انت بتقولي كان سيزون صعب جدا، كان استثنائي في كل حاجه، كان بطولات كتير. كنا يعني بدأنا السيزون من شهر 9 خلصناه في 6، فكان 10 شهور بنلعب بطولات. فالحمد لله يعني ان احنا قدرنا ناخد 3 بطولات من 5، وربنا يكرم ان شاء الله والسيزون الجاي ناخد اكتر كمان. اكيد مش هينفع اكون بعمل معاك انترفيو وما اطمنش عليك، لان اكيد كل جماهير الاهلي عايز تطمن عليك، بقيت عامل ايه واخبار الاصابه ايه، فعايزاك اكيد تكلمنا. لا هنا الحمد لله في مرحله الحمد لله متقدمه في التاهيل، يعني ان شاء الله قربت ان انا انزل ملعب تاني. وطبعا عايز اشكر الجمهور على الدعم الكبير جدا اللي بيتقدم لي، وان هم على طول في ظهري وهم سبب كبير قوي في اي حاجه انا فيها يعني. اخيرا بقى، بما اننا بنحتفل طبعا بانجازات النادي الاهلي، شايف ايه اللي بينجح مؤسسه النادي الاهلي؟ لا هو طبعا النادي الاهلي اكبر نادي في الشرق الاوسط بالارقام بالبطولات طبعا بكل الالعاب. احنا الحمد لله زي ما انت شايف التكريم، كل الفرق على الاقل واخده بطولتين ثلاثه، فهي طبعا الاستمراريه وبس يعني. وان النادي الحمد لله هم بيحافظوا على اولاد النادي، ودايما بتلاقي في كل فرقه طالع ناس من تحت. فالحمد لله ان احنا كل الحمد لله ان انا بلعب في النادي الاهلي كده كده. نشكرك جدا، واتمنى لك ترجع مره ثانيه بقى تنور اكيد الملاعب المصريه وكل ده، واتمنى لك كل التوفيق. نشكرك. يعني طبعا ده كان لقائي مع نجم النادي الاهلي عبد الرحمن حمايد، لسه مستمرين معاكم اكيد في لقاءاتنا الحصريه، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.